خوتي وخواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون في وسط قلب دين طنجة. لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طنجي اليوم كتواجد في شارع مولاي يوسف. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شارع مولاي يوسف في كاين في طنجة وخا هو نورمالمون غني عن التعريف، رجاء في السونتر فيل، قريب من جامع بدر، قريب من شارع مولاي اسماعيل، قريب من طريق البطء يسمى شارع الجيش الملكي، قريب من بني مكادة، قريب من كاستيا، وقريب من شارع فاس وجميع المرافق العمومية اللي تحتاجو. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هندا ابارتمون من الحجم الكبير، ثلاثة ديال البيوت النعاس، ثلاثة ديال التواليطات، دوتشا، كوزينة، وسط الدار والحمام. كما كتشوفوا الدور ديال العمارة هو هذا، لابارتمون في الدوزيام ايطاج، العمارة فيها الاسانسور. فكريني هندا شحال فيها المترو؟ لابارتمون فيها 116 د المترو، يعني 116 فيها ثلاثة ديال البيوت، صالون كبير، السيجور تقريبا راه السيجور هذاك غادي تستغل، الحمام ثلاثة واقيلا ديال الحمام حامية، ثلاثة ديال التواليطات، وعاد بيوت المساحة ديالهم جات كبيرة بزاف بحكم أن 116 ديال المترو بإمكان الواحد يخرج منها أربعة بيوتة، ولكن هما فضلوا أنهم يوسعوا لي بيس ديال لابارتمون باش كل بيت يعطيوها حقه. من بعد ما صوراتكم الصاله ديال الدار دابا غندخلوا مع الدخله، كاينه تواليت سيرفيس اللي هي هذه. تواليت سيرفيس اللي عندنا في الصاله، انا عجبتني الباب ديال التواليت هو ان جات بشكل بطريقه جديده، فهمتي؟ ما كاينش داك الباب عاديين مستطيله وصافي كتشد، لا هي عندنا الدخله مقوصه، يعني عندها في الصاله سبيسيال، هي تخرج فاتي تسول لكم الدخله ديال الحمام واللي هو مزلج حتى السقف والفوق عامله له القوس، يعني ومجهز بتجهيزات مزونه. بامكانكم حاجه واحده اللي تقدروا تعملوها هي مثلا الباب ديال الفصل ما بين الطوال الدخلانيه ولا لافابو تسولوها وتوسعوا ابارتمون مثلا وتزيدوا الدوتش لداخل. وبي هذا جا لافابو يعني خاص بالضياف مع وسط الدار مع الصالونيه اللي غادي فيكم شي صاله مونجي او الكفازه على حسب البوزوان ديال كل واحد. وي هذا هو السيجور اللي قلت لكم في الاول، يعني ضروري ما غادي تستغلوه ما يبقاش خاوي. كيف ما قالت فاطمه زراره تقدروا تستغلوه كسالا مونجي كمطعم مثلا ديال الكلاس فيه كنبي، سينو تزولوا هاد الرخامات وتوسعوا الصالون. واخا انا كنفضل ان لابارتمون ما تحدوا فيها حتى حاجه حيت باقا نقيه وجديده وفيها هاد الصباغه ديال الخيال لو بلافون كامل راه ديال القبس والصالون جا واسع وكبير، وهذه هي لابارتي بوبليك اللي كاينه حيت الداخل كاين الباب ديال الفصيل اللي جمع لا بارتي بريفي. ها فاتي مشات حتى للقنص ديال الحيط تقريبا، يعني شوفوا غير المساحه ما بينه وبين فاتي راه كتبان لكم بان الصالون المساحه ديالو كبيره بزاف، اللي تقريبا الصالون ديال قاعه الحفلات. الصالون واسع يجري فيه الخيط. يجري فيه الخيط. واسع وكبير وكما قلت لكم مفروقه لا بارتي ديال الضياف على لا بارتي ديال السكان اللي غيكونوا في لابارتمون. يعني الصالون ديالنا راه يقدر يجي بالنسبه للفراش التقليدي راه تجيكم الدوره ديال السداد تقريبا قداش هي مثلا جوج طوابل كبار اللي كيتحطوا في الوسط، راك عارف كيتحطوا بالفصاله ديال فراش المغربي معروفه الفصاله ديالو كيفاش عامله. سينو الواحد ما بغاش فراش تقليدي كيفرش فصاله عصريه، يعني اتقسموها على جوج. داكشي اللي كاين هنايا كاين باب ديال الفصيل اللي كيفصل ثلاثه ديال البيوت النعاس بجوج تواليطات ودوشا وكوزينه. حتى هاد هذا الدخلاني ما مصبوغش بخايل، يعني الخايل مصبوغه غير في الصالون والدخله ديال الدار. هنايا الباقي صباغه عاديه سامبل في البياض اللي بينات المساحه ديال لابارتمون وعطاتها جماليه. الكوزينه كيف ما كتشوفوا راها واسعه وكبيره تبارك الله، عندها البالكون خاص بها ودايره بلورنيه، يعني تقدروا مثلا غير تبدلوا البلاكار تزيدوا بلاكار فوق لورنيه، يعني ما كاينش شي اصلاح حتى ما تزليش راه باقي موديرن. عاد الثمن ديال لابارتمون كيسمح للشخص اللي غادي يشري لابارتمون فين يدخل الزواق اللي هو باغي، حيت لابارتمون ما فيهش الاصلاحات، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ضروريه تعمل قبل ما تسكن، مع ذلك كنتي تصبغ شي بيوزه، ولكن الناحيه ديال الزواق كيبقى داك على حسب الشاري. داكشي اللي كاين الكوزينه والبالكون ديالها الخرج غادي يكون فاتي تبارك الله، راه مساحه كبيره وواسعه غتهز لكم كاع لي ماشين ديال الكوزينه وجات بالبالكون ديالها. لابارتمون بالنسبه للاطلالات كامله كطلع على وسط العماره، يعني داك الصداع ديال الشارع بحكم انها جات في الشارع الرئيسي ديال مولاي يوسف ما كيتسمعش داك الصداع ديال الطوموبيلات. بالنسبه لواحد اللي كيحتاج انه يرتاح في النهار او مثلا في الليل حيت كيصبح خدام او كيبات خدام، راه مهنيه مصدع فيها الكالم والهدوء التام.
هنايا كنلقاو الشومبر الاولى اللي فيها البلاكار ديالها لي شومبر كاملين راه فيهم البلاكار الحيط، يعني ما غاديش تحتاجوا مره تشريو الماريو، غادي تبقى تفرشوا غير الكيمان والبيروات والكنابيس والكنابيس. يعني ابار ان اصلا لي شومبر هما كبارين بزاف، يعني حتى الماريو عملوا في وسط الحيط وخلاو المساحه كبيره بزاف. وي عندك الصح، كاين اللي غيبغي يستغل الشومبر كبيت دكلاس، كاين اللي غيبغي منها بيت نعاس بيت العواد، كل واحد كيفاش غادي يبغي يستغلها. عاد ابار انها هذا خصو يتستغل، هذا الوسط ديال الدار اللي كيجمع ما بين جام ربع اللي جمع لي بياس ديال لابارتمون ولي شومب اخرين، هذا الوسطاني. هيا ترجع فاطمه من بعد تصور لكم، انا بالنسبه لي خصو يتستغل هذا. والحمام ها هو كيف ما وراتكم فاطمه، هذا هو اللي فيه الحمام البانيو اللي تقدروا مثلا تستغنوا عليه وتحطوا اللي ولا دابا بالكوليس، تقدروا تخليوه عاود هكا مزلل حتى تسقف على الطاقه ديال التهويه ديالو. هذا اكبر حمام كاين في لابارتمون، يعني هذا هو الحمام الكبير اللي فيه البانيو، ولكن اذا كنتم نتوما ماشي محبين ديال البانيو تقدروا تزولوا البانيو وتخليوا الدوشه وتعملوا لها الكوليس او الالومنيوم. ومن بعد ما شفنا الحمام الرئيسي نرجع نهضر لكم على هذه الوسطى. هذه بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم في الاول راه خاصها تستغل، يعني ما تبقاش هايده، سواء تعمل هنا صاله مونجي، سواء تعمل هنا فيترينات او لي كونسول ولا بحابه ولا شي لعبه هايده. بالنسبه للاقتراحات ديال المشاهدين اللي ما غاديش يشريو تقدروا تعاونوا الشاري وتقولوا له هنا شنو يقدر يعمل وشنو يقدر يستفد من هذه الوسعه هذه. فكره غزاله هنا، حيت فريمون هذا وسط الدار خصو يتستغل. ودابا غادي نشوفوا قبل ما نشوفوا التواليت الثالثه غادي نشوفوا البيت النعاس الثاني. بيت النعاس الثاني اللي كيطلع على نفس الاطلاله ديال الصالون، يعني هي نورمالمون لابارتمون عندها جوج الواجهات، وتا هو المساحه ديالو كبيره بزاف اللي يجيكم هنايا كاما ديال جوج الناس او مثلا اربع ديال لي سيبور بوزي وبيرو وكنابي على حساب الاحتياجات ديالكم نتوما. وي وتا هو فيه الماريو الخاص به اللي تقدروا مثلا اذا بغيتوا تستغناو على الماريو يفتحوا ويزيدوا الدوشة، حيت هاد البيت النعاس كيتكي على التواليت الثالثة. يعني هاد التواليت يسدوها من هنا ويعطيوها الباب ديالها من هنا ويجي سويت، هذا يكون بالبيت النعاس الحمام والتواليت ديالها، هي التواليت اللي تبغي هادي كومباس. يعني بصح يقلبوا داك لابابو وداك الشيء للجهة أخرى ويفتحوا تما باب اللي غادي ترجع عند لاكسي الواحد ديال الحمام هو من لا شومبر اخرى، يعني يرجع السويت. داكشي اللي كاين. وعاد غادي نشوفوا دابا لا شومبر الثالثه اللي كاينه عندنا في هذا لابارتمون، اللي هي حتى هي المساحه ديالها كبيره بزاف. هادي واقيلا جاني البيت هو لا كاين البيت اخر هو الكبير، يعني حتى هذا تستغلو كبيت نعاس يعني كبيت الكلاص على حساب نتوما الاحتياجات ديال الشاري وشنو غادي يبغي يكون في هاد الشقه، واش عنده العواول ولا خصو لي شومبر بزاف. الا ما كانوش عنده العواول وعنده غير شويه يعني يختار واحد لا شومبر ويستغلها كبيت الكلاص. وكيف ما شفتوا حتى هاد لا شومبر هادي عندها الماريو في وسط الحيط، يعني ابار المساحه اللي كاينه يعني ما كاينش الماريو فين غادي تحطوه، راه هو ديجا كاين في وسط الحيط. وي شومبر كبيره تبارك الله، مساحه كبيره، ابارتمون كبيره، والموقع ديالها غزال في وسط قلب مدينه عروس الشمال. بصح لابارتمون ديالنا فين جات؟ جات في شارع مولاي يوسف. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شارع مولاي يوسف فين جا، واخا هو نورمالمون راه غني يعني التعريف بزاف، اي واحد كيعرف شارع مولاي يوسف كيعرف بانه من ارقى الاحياء اللي كاين في طنجه ومن احسن الاحياء اللي كاينين في طنجه، بحكم انه جا في السونتر بي، جا قريب من جامع بدر، قريب من شارع مولاي اسماعيل، قريب من طريق باط او يسمى شارع الجيش الملكي، شارع مولاي يوسف قريب للبولفار وقريب لجميع المرافق العموميه اللي كاينين هنا في طنجه وجميع الاماكن السياحيه اللي كاينين في طنجه. دونك بامكان الواحد اللي يسكن في هذه الشقه هذه ما يستغلش مثلا السياره ديالو، يخليها في البارك اللي كيتكرى شهريا ويتمشى على رجلو ويتنقل في وسط طنجه على رجلو، بحكم كل شيء قريب لهنايا حتى من محطه الترامبيات والتوكسي. يعني ابارتمون ما غاديش تحتاج لها الطوموبيل نهائيا بتاتا ابدا، غادي تدور طنجه تدور على السياره كامله غير على رجليك. كل شيء كاين قريب ليه، لكن لي فارماسي الحماحم الجوامع مع مدارس بليفي مدارس الدولة سوق القرب الأسواق العادية كاملين حدا هاد العمارة هادي. يعني أبارتمون اللي غادي مثلا تاخدوها تسكن فيها ديما أو لا أبارتمون تاخدوها وتصيفوا فيها راه ممتازة ومخيرة للصيف، أو لا تاخدوها كاستثمار الكرا تكريوها على طول العام راه غادي يجيب لكم الثمن اللي هو كبير. يعني شحال السومة الكرائية هنايا؟ أنا بالنسبة لأبارتمون فيها 116 متر وكتواجد في شارع مولاي يوسف وعلى الشارع الرئيسي، يعني هنا أو 3 شومبر نورمالمون غتكون كتسكن بديك 5000 درهم شهريا.
وي هذا المينيموم، حنا كنقولوا تصاوبوا مع الناس المينيموم 5000 درهم خاويه. قلنا لكم الموقع ديالها فيها 116 متر في الايطاج الثاني، كاين لاسانسور وما كاينش بزاف حيت ما فيهاش يعني الباركي و... لا ما باركي كاين باركي ولكن كيتكرا شهريا. هذه معلومه هي زادت لكم هنا. نقولوا للناس الثمن ديال هذا لابارتمون هذه جاب لهم ابي توتوني اليوم، الثمن ديال هذه الشقه هذه هو 93 مليون سنتيم. ثمن مشجع بارابور انها في قلب مدينه عروس الشمال. الثمن ديال هذا الدرهم 930 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غتبغي تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هنا ما عليكم غير تعيطونا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا ان شاء الله غادي نجيبكم تشوفوا هذه الشقه مباشره. بغيتوا تقصوا على هذا العقار ولا اي عقار كيتواجد في القناه افيتو طونجي ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه هنا ولا هنا؟ هنا لا هذا الرقم هذا تسردوه لنا سواء في الواتساب سواء في التليفون وحنا كنعطيكم المعلومات الكامله. تواصلوا معنا اذا عندكم ابارتمون صغر من هذه دار الطبقات فيلا دار الطبقات بيعوها او تكريوها بالطبقات مرحبا حنا كنتكلفوا بهذا الشيء كامل. طبعا ما ننساوش الاصحاب المحلات التجاريه والاراضي والعقارات الكراء خصصنا لكم تحت الطلب ديالكم قناه ثانيه افيتو طونجي جوج اجبروا اللين ديالها في الديسكريبسيون تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. حتى اذا كنت اول مره كتشاهدنا ما تبخلش علينا بابوني زر سبسكرايب واللايك باش تدعمونا وكت يعني خلينا في الكومنتير شنو بغيتونا نجيبو لكم والهمازي اللي بغيتونا نجيبوهم لكم. طبعا حنا كنتقبلوا جميع الاقتراحات وجميع الانتقادات اللي هي انتقادات بناءه حنا كنكبروا بفضلكم نتوما. قلنا لهم كل شيء كيسناوك تدعموهم تدعموهم. لا هذيك الدعوه طويله وكنعرف علاش. الله يسهل عليكم اخوتي خوتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين وناركم بركه.